حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مشروع الصوب الزراعية، والذي سيوفر 75,000 فرصة عمل للشباب. مشروع قرية الأمل يحتوي على 520 صوبة زراعية يعمل بها 300 عامل ومهندس زراعي، ليتم توزيع المنتجات على القرى المجاورة، فيما سيضم مشروع اللهون 1300 صوبة زراعية على مساحة 2.5 فدان للصوبة الواحدة. حيث أعلن الرئيس اليوم عن إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، والتي تضم 2,500,000 نخلة لأفخر أنواع التمور. تعالوا نتابع كلمة وجزء من كلمة السيد الرئيس في هذا الافتتاح المهم، ونعود لاستكمال أخبارنا. عايز أقول لكم إن مثلاً بتتعمل أكبر مزرعة إنتاج تمور في العالم، اللي هو مصطفى، مش كده؟ مش كده؟ أنا بقولش الأرقام اللي بتتحفظ، 40,000 فدان، بقول مزرعة إنتاج أفخر أنواع التمور على 40,000 فدان ب2.5 مليون، مش كده؟ 2.5 مليون نخلة. إحنا بنعمل كتير، مش أنا بعمل، إحنا بنعمل كتير. بنعمل كتير لمين؟ لينا، لشغلنا، لحياتنا، لمستقبلنا. احنا بنحاول نشغل شركاتنا الوطنية كلها في الموضوع، لكن واضح ان احنا محتاجين نهتم قوي، والناس اللي موجودة معانا في الشركات ديت تبقى متيقنة انها بتساعد في انتاج حاجة كبيرة. احنا النهاردة بنتكلم على 1000 بيت زراعي، يعني اكبر من العدد اللي احنا بنفتتحه دلوقتي، وكان المقرر لينا ان احنا نفتتح ده قبل ده، مش كده يا محمد؟ تمام يا فندم. ولسبب التاخير، يعني لا، لازم الشركات الوطنيه اللي احنا بنطلب منها انها تساهم معانا، مش بتساهم المساهمه عمل، مش بتساهم بحاجه تانية، بتساهم بالعمل بانها تخلص طبقا للتوقيتات اللي متخططه واللي متفق عليها. ده كان جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه اليوم لمشروع الصوب الزراعية، والذي الحقيقة يعني سيسهم في سد الفجوة الغذائية بالنسبة للفاكهة والخضروات، وتستطيع مصر أيضا أن يعني تزيد من تصديرها لهذه المنتجات. خلونا